بسم الله والحمد لله والله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. الآن إن شاء الله تعالى سنعالج مشكل رافق البشرية من أولها إلى قيام الساعة، ومشكل الضلالات والعدوان بغير حق والتنازع بين البشر والحروب الدينية وغير الدينية. من كان السبب فيها هو تلقاه في القرآن العظيم حين رب يذكر لنا الشياطين من إنس وجن، قدر شيطان وشيطان وشيطان وشيطان، ما همش باش يدخلوا دائما في محبة ووئام، لابد كل جماعة ولا كل فرد منهم مش ولي يفكر في قهر الغير، فتنشب حروبات داخلية ديجار انتستين. وكذلك فما الشيطان الأكبر هو إبليس غزاه الله وقبيله، كذلك هم جنود ضد الإنس والجن. كل حال احنا تطرقنا إلى هذه الظاهرة عدة مرات ما فيها بس، مش اليوم نزور بعض آيات القرآن الكريم نزيدوا نبلوروا الظاهرة دي حتى بعض الناس يفيقوا. اليوم مش حركة ما يدعون، بل ثم من يجري في دمهم ويذلهم ومشيلهم في بالهم اللي هم أحرار وهم الأبرار وهم اللي أتقياء، يؤمنوا بربي باللسان أما بالحق لا يؤمنون بالله. وقلنا التداخل هذايا بين ما يختاره الإنسان وما يختاره الشيطان، قلنا التداخل هذايا في الغالب عموما للشيطان. هاكم مثلا في سورة النساء هذه الآيات: لعنه الله أي إبليس اليأس من رحمة الرحمن، وقال أمام الله وحضرته بعد أن رفض السجود إلى أبوي أبينا، أسجد لآدم، للملائكة والجن. الوحيد اللي قال لا هو إبليس، وإبليس سماه ربي إبليس، ربما قبل ما يقع في الخطأ هذايا سوء الأدب مع الله، وكيف كذلك بحضرتي لا يأتمر بأمري للسجود سجود تحية، وبحضرتي يتوعد أبانا آدم عليه السلام وذريته بالويل والثبور وعظائم الأمور، نسأل الله السلامة.